وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. من هما هذان؟ من هما هذان الرجلان اللذان هما السبب الرئيس في دخول مليارات، ليس ملايين، مليارات من الإنس والجن في جهنم؟ وقال الذين كفروا أي في النار ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن، واحد من الجن والآخر من الإنس، نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. مليارات من البشر، من هما هذان؟ قال المفسرون رحمهم الله من الجن إبليس، وهذا قول صحيح، ولكنهم قالوا من الإنس أنه قابيل بن آدم، وهذا قول لا يستقيم. قابيل بن آدم عنده جريمة واحدة ألا وهي القتل، ففعلها ثم ندم، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين.
وقال عليه الصلاة والسلام عن في حق قابيل، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فقط شريك إبليس في إغواء البشرية ليس قابيل، شريك إبليس في إغواء البشرية المسيح الدجال الذي يعيش على هذه الأرض منذ آلاف السنين، وكان بينه وبين إبليس ذلك التحالف الأبدي. وقال الذين كفروا: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. أتعرفون هذا الشعار؟ أتعرفونه؟ هذا شعار التحالف القديم، تحالف إبليس مع ذلك الرجل منذ آلاف السنين، ذلك التحالف الذي أودى بمليارات من البشر إلى الكفر، إلى نكران وعدم معرفة من هو الله. وقال الذين كفروا: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Thank you.